السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ منين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على فايدة عظيمة جدا جدا جدا، عبارة عن سورة عظيمة جدا من سور القرآن الكريم. هذه السورة بإذن الله بتفيد في العلو والرفعة للناس اللي عايزين، والناس اللي كانوا بيبعتوا لي رسائل كتير جدا بيقولوا لي يا عبد الله عايزين فوائد للهيبه والقبول وعلو الشأن والرفعه، سواء الرفعه في العمل او الرفعه في اي امر اخر. يعني بصوا يا جماعه، الرفعه دي بتتنوع، ممكن تكون رفعه بالنسبه لنا تختلف عن رفعتك انت. فهناك شخص الرفعه بالنسبه له بتتمثل ان هو عايز يبقى عنده هيبه وقبول لدى من حوله، يعني عايز يبقى مهاب عند الناس اللي حواليه او عند بعض الاشخاص. وفي رفعة تانية بتبقى في مجال العمل، يعني في شخص بيبقى عامل مثلا في مصنع او بيشتغل في شركة او بيشتغل في مؤسسة وعايز يبقى عنده رفعة بين اقرانه بحيث ان هو يترقى بسرعة او الله عز وجل يخليه يعلى في مرتبة العمل اكتر من الناس اللي حواليه. ده الفايدة النهاردة، والصورة بتاعت النهاردة يا جماعة بتفيد افادة عظيمة جدا في العلو والرفعة وعلو الشأن. ومن فوائد هذه الصورة ايضا يا جماعة ان باذن الله لو انت كنت بتواجه بعض المشاكل في التعامل مع الناس، يعني مثلا عندك قلة ثقة في النفس او الناس بتعاملك بشكل وحش، او حتى كنت شخص عندك بعض الصفات السلبية في نفسك وعايز تغيرها، فمن فوائد هذه الصورة ان هي بتزيل كل الازمات والمشاكل النفسية خاصة اللي هي خاصة بالتعامل مع الناس. كما ان من فوائد هذه الفايدة يا جماعة ان بإذن الله بعد ما تقرأ هذه الصورة بإذن الله هتلاقي نفسك بقيت عندك علو شأن بشكل لا تتخيله. والأمر ده يا جماعة من المجربات القوية جدا، والصورة دي زي ما قلت لكم هي بتفيد في علو الشأن والرفعة إن شاء الله بعد ما تطبق هذه الفائدة وبعد ما تقرأ هذا الورد. والفائدة دي يا جماعة بتتعمل في يوم واحد بس، بإذن الله هتحس بعلو شأنك على كل أقرانك وعلى جميع من حولك. والفايدة دي يا جماعة من الأسرار اللي أنا ما بقولهاش غير لأحبابي اللي هم متابعين في القناة والمشاهدين في القناة. طيب في ناس هتقول لي يا عبد الله الفايدة دي ايه هي واطبقها ازاي؟ هبدأ بإذن الله يا جماعة في ذكر الفايدة والتفاصيل. بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل، أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا أحبابي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة إن شاء الله. إذا خلينا متفقين في البداية إن الفايدة دي أنت بتعملها في يوم واحد فقط. طب الفايدة دي يا عبد الله هعملها ازاي بالظبط؟ كل اللي بطلبه منك باذن الله في الفايده دي ان انت بتيجي في ليله الاربعاء اللي هي يوم الثلاثاء بعد صلاه العشاء. وهذا اليوم اذا كان من مجربات هذه الصوره او اذا كان يشترط في هذه الفائده يجوز ان انت تعملها في اي يوم. يعني اذا لو انت ما توفرش معاك يوم الثلاثاء بعد صلاه العشاء اللي هي ليله الاربعاء ممكن تعملها في اي وقت تاني. يعني اذا مش ضروري ان انت تعملها في يوم الثلاثاء بعد صلاه العشاء، لا ممكن تعملها في اي وقت ما فيش مشكله، بس طبعا لازم لما تيجي تعملها بعد صلاه العشاء. بتيجي بعد صلاه العشاء ان شاء الله، واول حاجه بتعملها ان انت بيتطلب منك امرين. الامر الاول ان تكون طاهر الثياب والبدن، اما الامر الثاني ان تكون في مكان فيه هدوء، اما غرفه لوحدك، يعني اما تكون قاعد في غرفه لوحدك، واما ممكن يبقى حد قاعد معاك في الغرفه عادي بس ما تخليهوش يزعجك او ما يكونش فيه صوت كتير حواليك بحيث ان انت يبقى عندك اليقين الكامل. بتقعد وبتبقى متوجه للقبله. قبل ما اقول لكم خطوات الفايده، السوره اللي هنتكلم عليها يا جماعه هي سوره الاعلى. هذه السوره عظيمه جدا ولها اسرار ومعجزات كثيره جدا. ومعنى سوره الاعلى او اسم الله عز وجل الاعلى، علو هنا يا جماعه علو مطلق، اي ان الله تعالى اعلى من اي شيء، ليس فوقه شيء ولا يعلوه شيء. فاول حاجه بتعملها ان شاء الله في الفايده دي وانت قاعد متوجه للقبله، والقراءه طبعا بتبقى بصوت مسموع، ان انت بتقرا سوره الاعلى 7 مرات كامله. تقرا سوره الاعلى 7 مرات كامله. بعد ما تقرا سوره الاعلى 7 مرات كامله بنيجي للخطوه الثانيه وهو اسم الله عز وجل المعز. بتقول يا معز 313 مره. يبقى اذا سوره الاعلى 7 مرات، بعدها اسم الله عز وجل المعز 313 مره. بعد كده ان شاء الله بنيجي للخطوه الثالثه في الفايده، وهي ان انت بتقرا سوره الفيل 41 مره كامله. يبقى اذا الخطوه الثالثه ان انت بتقرا سوره الفيل 41 مره. بعد ذلك بتستغفر الله عز وجل بهذه الصيغه 100 مره. والصيغه اللي تستغفر بها الله عز وجل هي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بإذن الله لو أنت طبقت هذه الفائدة إن شاء الله هتلاحظ فرق واختلاف في تعامل الناس معاك. أهم شيء اليقين وإنك تبطل ثياب البدن وإنك محدش يشغلك وإنت بتعمل الفائدة. فبس كده يا أحبابي، وطبعا تفاصيل الفائدة أنا كاتبها في صندوق الوصف.
وبس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.